لعدن قصة أخرى غير تلك التي رواها سلام، إذ يمد الخوف ظلاله على تفاصيل المدينة. باتت عدن مسرحا للاغتيالات والتصفيات دون أن يكشف القناع عن الجنات. على الرغم من وجود الرئيس هادي وعدد من أفراد حكومته في العاصمة المؤقتة، إلا أن ذلك لم يحد من الفوضى أو يخفف من سوء الوضع الأمني. فالشرعية في العاصمة المؤقتة تعيش واقعا ملتبسا، لكنه لا يعبر إلا عن عجزها وفشل مؤسساتها الأمنية في فرض الأمن على المدينة. فالقوات التابعة لدولة الإمارات باتت هي المتحكم في الملف الأمني والمشهد برمته، وهي من تتحمل مسؤوليته. تمر الذكرى الثالثة لتحرير عدن، والمدينة تعيش حالة من الهلع تسيطر على السكان جراء الفشل الأمني والاغتيالات التي باتت حدث الساعة وحديثها. شهر يوليو جاري شهد ارتفاعا غير مسبوق في حوادث الاغتيال والتصفيات والجرائم التي لم يسلم منها أحد حتى نازح الحديدة في المدينة. قائمة الاغتيالات طالت نائب مدير شرطة الشعب رائد الجهوري وقائد شرطة بئر فضل العقيد فهم الصبيحي ومدير البحث الجنائي بسجن المنصورة سيف الضالعي وعثمان عبد القادر الحاج والشيخ محمد راغب بازرعة إمامة وخطيبة مسجد عبد الله عزام. ترتفع حصيلة الجريمة في عدن إلى قرابة 400 عملية استهدفت عسكريين وشخصيات اجتماعية ودينية خلال العامين الماضيين، بحسب إحصائيات لمراقبين رصدوا مقتل أكثر من 30 من خطباء وأئمة المساجد. تستمر الاغتيالات، وبمقابل ذلك ترتفع الأصوات المطالبة بكشف النقاب عن هذه الجرائم وعن سر عجز الجهات المسؤولة عن الوصول إلى الجنات.